السلام عليكم أعزائي متابعين قناة ربحك. عندنا لو أول مرة تشوفونا يا ريت تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد، وتابعونا يا شباب للآخر عشان معانا كسبان النهاردة في سحب المسابقة اليومية. النهاردة يا شباب معانا موقع استثماري بيعطينا 200%، بيعطينا يا شباب موقع النهاردة 200% لمدة 24 ساعة. موقع لسه يا شباب في يومه الزيرو، لو طلعنا كده لسه في يومه الزيرو، يعني ان شاء الله الموقع هنجربه مع بعضنا. اللي حابب يجرب معايا يجرب، اللي حابب يستنى اثبات السحب يستنى. تمام يا شباب، الموقع الحد الادنى للايداع هو 10 سنت. ده شكل الموقع يا شباب، ودي اخر ناس اودعت في الموقع، ودي معلومات يا شباب عن الموقع، اسئله تقدروا تقروها قبل ما تشتغلوا على الموقع، ودي العملات اللي بيدعمها. طريقه التسجيل يا شباب في الموقع، بنيجي من هنا، احنا معانا فيديو يا شباب، معانا سباق سحب ان شاء الله على الفيديو اللي نزلناه امبارح، اخر فيديو احنا ما نزلناش غيره امبارح. طريقه تسجيل يا شباب في الموقع، بنيجي من هنا بنحط الاسم، وهنا اليوزر نيم، وهنا الباسورد وعادة الباسورد والايميل وعادة الايميل، بعد كده رقم سري والاجابه عليه او سؤال سري والاجابه عليه، ممكن تخليه زي بعضه عادي. بعد كده بتعلم على الشروط وبتعمل تسجيل كده بقى لك حساب في الموقع. هبعت لك رساله على الايميل، رسالة تأكيد متهيألي، شوفوا برضو. ونيجي من هنا الدخول يا شباب، تحط الاسم والباسورد وبتعمل تسجيل دخول. انا عن نفسي اودعت $1، كنت عايز اجرب بس لما قلت الموقع لسه جديد قلت ايه اشرحه لكم برضو تجربوا معايا. اللي حابب يجرب معايا يجرب يا شباب، الموقع لسه في اوله. تمام، هنيجي من هنا هتلاقي هنا في حسابي انا $1 اهو يا شباب اودعته. طريقة اول ما تخش على الموقع طبعا بتيجي على الاعدادات، او ممكن تحط محفظتك من بره، تيجي من هنا لو عايز تغير عناوين المحافظ او تحط عناوين محافظ جديده تشتغل عليها زي ما انتم شايفين كده، تحط الالوان بالشكل ده وبتعمل حفظ، وبعد كده تبدا شغلك على الموقع. طبعا هتيجي من هنا اول حاجه الصفحه بتاعتنا، بعد كده الايداع، بتيجي من هنا بتختار من هنا يا شباب، تيجي انشاء ايداع من هنا، وبتنزل تحت كده بتلاقي عندك الخطط الموجوده في الموقع. الخطه الاولانيه بتبدا من 10 سنت لحد 200 او $5000، بتديك 200%. الخطه الثانيه لمده 48 ساعه بتبدا من 10 سنت لحد 1000 او $10,000. تمام، والخطه اللي بعديها بتبدا من لمده 96 ساعه وبتديك لحد، وبتبقى من 10 سنت برضو لحد $50,000، بتديك 1000%، ودي 450%، كل 24 ساعة يا شباب برضو. لا دي كل 48 ساعة، وديت كل 96 ساعة، دي 3 ايام. تمام، بعد كده بننزل نودع، نحط هنا المبلغ اللي احنا هنودعه، وهنا بنعلم على المحفظة اللي احنا هنشتغل عليها، وبندوس هنا كده بيحولنا على المحفظة، بنعمل تأكيد بيحوزنا على المحفظة اللي احنا هنودع عن طريقها. ده كده يا شباب طريقة ايه الايداع. هنيجي بقى ايه نكمل بقية الشرح. طبعا هنا ايه الاجمالي للمكتسبات بتاعتك، هتلاقي هنا السحوبات، هنا الايداعات بتاعتك، هنا اجمالي السحوبات، هنا المكتسبات، وهنا اجمالي السحوبات. تمام، وهنا هتلاقي حركاتك في الموقع، السحوبات بتاعتك والايداعات وكل حاجة. انا عندي $1 اهو، وضربة الاحالة بتاعك. وبعد كده يا شباب عندنا السحب، بتنزل تحت كده بعد الإيداع على طول السحب. أول ما المبلغ بتاعك بيوصل بتقدر تسحب طبعا أهو زي ما انتوا شايفين، أي مبلغ في أي وقت بتقدر توصل له، مش لازم تستنى 24 ساعة متهيألي. استنى كده نقرا القوانين دي. او الحد الادنى يا شباب 10 سنت، يعني لو وصلت 10 سنت تقدر تطلب السحب بتاعك، مش لازم تنتظر 24 ساعة. تمام، هننزل تحت كده يا شباب، تلاقي هنا اللي طبعا السحب فتح معاك. اول ما توصل بتعلم على البنك اللي انت هتسحب عليه، وبتيجي من هنا بتحط المبلغ وتعمل طلب سحب. وهنا الايداعات النشطة، يعني لو ليك ايداع هتلاقيه هنا اهو زي ما انتوا شايفين كده،
بعد كده تاريخ السحب هنا هتلاقيه، وهنا اموالك من الاحالات، وهنا الاعدادات الشخصية. طبعا الاعدادات احنا دخلنا وحطينا رقم المحفظة، وبكده يكون انتهينا من شرح الموقع دوت. الشرح بتاعه سهل جدا، يا دوبك ايداع وتسحب ايه اي وقت زي ما انت عايز، توصل 10 سنت. تمام يا شباب، بعد كده هنيجي بقى على الفيديو المسابقة. هنخش كده يا شباب ونختار الفيديو المسابقة، هناخد اللينك. طبعا الفيديو جايب 56 تعليق، وهنخش يا شباب على الموقع اللي بيفرز لنا الأصوات. هنحط هنا الفائزين معانا إن شاء الله، جاب لنا 39 تعليق، وهننزل تحت نعمل فرز. اللي فاز معانا يا شباب إن شاء الله سيمو ولا سومو جيمز، سامي جيمز ولا سومو جيمز، حاجة زي كده. مبروك للفائز معانا يا شباب، الاسم اهو. هناخد رقم المحفظة بتاعه وهنخش على البير، وهنحط يا شباب نخش على السحب على يا شباب هنا هنحط التعليق كده، ادي رقم المحفظة بتاعته وادي التعليق، وهننزل تحت هنا نحط المبلغ وهنعمل ارسال. وكده مبروك معانا اللي فاز معانا النهارده، وحظ اوفر اللي ما فازش. ان شاء الله كله يفوز معانا، المسابقة مستمرة يا شباب، كل يوم معانا فائز. تعليق ولايك وان شاء الله كل يفوز معانا. وكده يكون انتهيت من الشرح. لو عجبكم الفيديو يا ريت تدعمونا بلايك، وجديد معانا يشارك في القناة ويفعل زر الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله، في فيديو آخر إن شاء الله. سلام يا شباب.